عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أن صراط الآخرة أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب كما جاء في بعض الآثار، فكذلك صراط الدنيا. فالثبات الثبات، تمسكوا بالدين، عضوا عليه بالنواجذ، محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن هدي للصراط المستقيم فليتمسك. يمنة إفراط ويسرة تفريط، لا تغلو ولا تجفو، لا تكن مرجيا ولا تكن خارجيا، لا تكن معطلا ولا تكن ممثلا، لا تكن ليبراليا زنديقا منحلا، ولا تكن تكفيريا تفجيريا غالي، وإنما عليك بالجادة الوسطى، وقل يا ربي سلم سلم. لأن مزلق عظيم، أقوام كانوا من بيننا لهم لحى ويقصرون الثياب ويصلون معنا ويدينون بالآخرة والقرآن والسنة، واليوم ملاحدة ملاحدة لا يصلون ولا يصومون ويشكون حتى في الخالق عز وجل. ما الذي قلبهم؟ قلبهم مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان خاصة في أزمان الفتن وغلبة الهوى وقلة القدوة، ما عليه إلا أن يقول يا ربي سلم سلم. مثله بعض أهل السنة بالرجل الغريق معه عود، هذا العود هو رأس مالك، هو طوق النجاة كما يقال، السنة سفينة نوح. هذا العود معك، إذا ركد الزمان وهدأت المقالات أنت راكد، فإن تحركت وماجت الفتن وتعددت الأقوال وجاء شخص بمقالة شنيعة وبشعة وهاج البحر، إيش تصنع؟ تطلق هذه الخشبة أم تتشبث بها وتقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، حتى تنقشع هذه الفتنة. اليوم كل يوم نصبح ونقول يا ربي سلم سلم، كل يوم في تويتر واحد جاب له باقعة والآخر أتى بمصيبة، وهذا يشكك في القدر، وهذا يشكك في التوحيد، وهذا يشكك في السنة، وهذا يشكك في الحجاب، وهذا يشكك في الأذان، وهذا يشكك، كل يوم مصيبة. فأنت كل يوم قل يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، حتى متى؟ حتى تفيض هذه الروح. فنسأل الله يثبتنا وإياكم. والله يا أخوان ما ندري ما الذي يحصل لنا، أكثركم شباب ربما يعمر بعد ذلك 50 سنة 40 سنة، ما أصبر هذا القلب، هل سيثبت حتى يتوفاه الله أم تتخطفه الشبهات والشهوات؟ قلوب تتقلب.